أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه أم عبد العزيز من حائل، لها مجموعة من الأسئلة. تقول: أبي كثير الخوف على أخي، فأحيانا يسافر أخي إلى مكان ثم يقول أبي: هل اتصل أخوك؟ هل تكلم بالتليفون؟ فهل يجوز لي أن أقول بأنه اتصل وهو لم يتصل؟ لأن أبي كبير في السن ومريض، وإذا كان أخي مسافر في الليل ما ينام والدي حتى يتصل أخي ويتعب كثيرا، وجهونا في ذلك. نعم، لا شك في شفقة الوالد على ولده، لا سيما إذا كان كبيرا، ولكن عليك أنت أن تخبر الولد بهذه الشفقة وهذا الحرص من الوالد على متابعة أخباره، فتخبر أخاك بذلك ليتصل به ويكثر من الاتصال، هذا هو الحل. تخبريه بأن الوالد يتأثر ويطلب الأخبار عنه فيكثر الاتصال ليطمئن والده. نعم.